وأنا أذكر أني أنا كنت في بريطانيا أخذت دورة، فكان عندي بعد الظهر جلسة مع مدرس وان تو وان، يعني اللي يعطيني محادثة مباشرة. أول ما جلسنا في أول يوم قال لي أنت إيش تشتغل؟ فعشان يدور كلام سوالف يعني، فقلت له أنا والله أنا دكتور في الجامعة وأنا إمام مسجد وخطيب جمعة. قالوا يعني أنت بريست؟ قلت أنا بريست، أنا قسيس جاهز، قسيس مسلم يعني. فقال لي أنا بعد أشتغل في الكنيسة. قلت أنت بعد بريست؟ قال لا مش بريست، أنا مدري إيش ومدري إيش سوي في الكنيسة. المهم الشاهد قال أنا عندي سؤال صار لي بسأله 3 أو 4 سنوات، هذا كان بعد أحداث الدنمارك لما رسمت النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات. قلت إيش السؤال؟ قال ليش أنتوا عملتوا قضية لما رسم نبيكم يعني برسومات كذا هادي، ليش أنتوا سويتوا مشكلة عن هالموضوع؟ صراحة إذا كان هذا اللي يشتغل في الكنيسة وهو مثقف ويدرس عندنا في الكلية، يعني مش في كليتي هنا بس هناك يدرس في الكلية اللي أنا أدرس فيها، ما يعرف الجواب، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. كان معي كتاب باللغة الإنجليزية عن السيرة، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية، أو خلني أسوي له دعاية، كتاب يستمتع بحياتك في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مترجم بالإنجليزي، كنت معي كرتون وعطيته إياه، والكتاب عموم الوقف يعني. فأعطيته نسخة معي في الشنطة. جاء يوم الاثنين، هذا الكلام كان الجمعة، جاء يوم الاثنين أول ما دخل علي قال أنا قرأت من الكتاب 83 صفحة. طبعا 83 صفحة في الويكند بالنسبة لهم يعتبر إنجاز كبير، لأن الويكند بالنسبة لهم معظم، هم ينطلق الواحد. بعدين قال لي كلمة، قال بصراحة معكم حق أن تغضبوا إذا استهزئ بهذا الرجل إذا كان هو بهذه الصفة. ولذلك أنا أقول أحيانا الدعوة غير مباشرة، انشر قصص النبي صلى الله عليه وسلم، انشر أحاديثه، انشر مثلا مثل كتاب الأخ إبراهيم، مثلا إبراهيم حرب، شو اسمه بالإنجليزي كتابك؟ أنا نسيت. A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. هي تلومني إني ما حفظت اسمه. طويل شوية. هذا قصيدة، هذا مو بس. أقول إسلام جايد. ليك إسلام جايد. على الموقع. كلمتين. المقصود إنه إذا استطعت إنك تنشر لو روابط، والله يا جماعة كثير من هؤلاء إذا سألته كيف أسلمت، وإذا عدد منهم غير قليل أسلم مصادفة، وصله رسالة، وصله كتاب، وصله رابط، وصله منشور، حرك عنده مشكلة هو يبحث عن حلها، هو يعيش أصلا أزمات نفسية، فلما جاءه أي خيط يدل على الإسلام انطلق معه مباشرة.